عبادات قلبية، خواطر قصيرة، نتحدث في دقائق معدودة بعد صلاة التراويح إن شاء الله تعالى عن عبادات قلبية يغفل عنها كثير من الناس، خاصة أن مستند البراءة يوم القيامة هو القلب السليم. اللهم يا حي ويا قيوم، اجعل قلوبنا أوعية لمحبتك، اجعل قلوبنا قلوب خير، قلوب محبة، قلوب إنابة، قلوب عبادة حقيقية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. برنامج يومي إن شاء الله تعالى في رمضان بعد صلاة التراويح يكون على قناة الإنستغرام الخاصة في المسجد، مسجدي ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. اللهم اجعلنا من المقبولين، وبلغنا رمضان على أحسن حال وأهدأ بال.